نتكلم على حكاية إيش اللي حصل خلال السنة اللي فاتت. لما أنا من 2002 بدأت أطلع للخارج، وطبعاً إحنا بنشتغل في المؤسسة الخيرية وكنا داخل المملكة، فكان في إحساس إن السعودية بلدة ancient، كبيرة في السن، مثقلة. فجأة الإحساس انقلب وأصبحنا حيويين، الشباب، رؤية واضحة وآلات تنفيذية، يعني كيف آليات التنفيذ، وبعدين محاسبة. هذا كله ما كان موجود قبل كده، فأعطى المواطن إحساس أنه لا، إحنا عارفين فين رايحين وعارفين كيف حنوصل وحنحاسب أي إنسان ما يوصلنا. يعني كان في أشياء جداً مهمة حصلت خلال السنة أعطت المواطن السعودي اللي متوسط عمره تقريباً 30 سنة إحساس بأنه هو يملك الوطن. إحنا أصبح يعني. إحنا. إيه أنا بنتي 25 كيف؟ فبناتي، يعني أنا بشوف بناتي إحساسهم بوطنهم والpossibilities، إيش الفرص المتاحة لما حيرجعوا من الخارج، إيش حيصير، إيش يقدروا يسووا، ما في أي حدود. وكان عندنا حدود إحنا على الأقل كمرأة. نعم.